إذن مشاهدينا أول خروج إعلامي لعائلة مول تاكسي اللي تقتل في الحي المحمدي بدم بارد. خويا خليل السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خويا المنسيبي جيت لقيتو ضربو 3 ضربات، واحدة في الراس ديالو والثانية في الوجه ديالو والثالثة عاودو هنايا. فين عاودو؟ عاودو تحت هنا تحت الكرش ديالو. مني هو باقي ها السيف ديالو، باقي ها السيف ديالو وغادي هربان، ما كاينش اللي يشدو، ما كاين حتى شي واحد يشدو. جينا نشوفو سبب هاد الواقع اخويا، علاش تناقرو؟ علاش كيقول لك الناس؟ قال لك ما قدر لي ورجع، هو جا عندو المارشي، جا عندو المارشي قال لك كيبقى يهضر معاه مع طاطاط بحال هكا. مشى جاب قال لهم شي مواس تماك قدام المارشي، كاينين مواس تماك، جاب الموس بحال هكا. كتعاود لي واحد المره ضرب، واحد الضرب الاولى السيد شد الموس بحال هكا ويعاودوا في الثانيه. ملي عاودوا في الثانيه بحال هكا كتي طاح في بلاصتو. جيت انا نجري لقيت صافي السيد ماشي، لقيت السيد صافي مات صافي. ودابا اخويا دابا حنايا راه قال كيقلب شي شخص ثاني، ما عرفتش شنو هو الشخص الثاني كيقلب عليه، باقي نشدوه. واش فيتي مخاصمين بيناتهم ولا ما كيقول لك الناس واش ما فيتي مخاصمين؟ شتي كيقول لك؟ ولكن انا بعدا ما عارفش علاش قاصين. عنده جبنيات باقيين صغار، وحده تقريبا تكون عندها شي عام، واخرى عندها شي 7 سنين. شحال عمره؟ عمرهم شي 26 عام. دري ما كيضارب ما والو، دري شاد الوقر ديالو. ما فهمتش هاد السيد علاش جي عندو ضيعو في وليداتو هكاك؟ علاش؟ واش كانوا صحاب بعضياتهم؟ لا ماش بينه وبين صحابو. واش اللي كيهز لك الجنوي صاحبو؟ السيد راه كيتقام له، السيد راه كيعرف الدار وليداتو صافي، ما كيعرفش شي حاجه اخرى، ما كيشرب ما حتى شي حاجه، ما عمروش نادر. انا نسيبو ما عمروش شاد شي حاجه. دابا انا حاليا مصدوم، ما كنصاحبوش انا ايوب بابا ميش. تبارك الله، شوف كان خايف كاع من جود الناس كاملين، والسبيطار مسلوب من تما. ما قالوش لك علاش اخويا؟ قال لك بينا تمشي العيبان هادي تشي في المارشي. انا ما حاضرش اخويا باش غادي نقول شي حاجه اللي ما عارفهاش. ما عارفش السيد طاح في البلاصه، مات في البلاصه. ما كان قال لك المصارم ديالو خرجوه، راه الالف قالوا كان يوجهوا الجهه ديالو شحال عابش. والضربه اللي هنايا اللي فيه الضربه هادي هنا وضربه هنايا، ولكن ترى القصاريه عامره، حتى واحد ما بغى يفك. قال في كلا والو في هذا المغرب. خلى شي وليدات، خلى خويا جبنيات، عندي جبنيات وراه كاري. ما هو اللي خدام على عائلته، هو اللي خدام على عائلته في الطاكسي، ها هو اللي خدام في الطاكسي. راه كيشد نهار نهار لا ونهار اي ونهار لا نهار اي، ولكن باش نكدوا على وليداته راه حشومه. هذا ما خاصوش، خاصو ياخذ واحد اعدام باش يندم الانسان على وليداته، اعدام. وجيت نشوف راه قدام قيصاريه، القيصاريه كلها في عامره السلطات. نسولك اخويا، ما هاد مود ديسير واش كان واكل شي حاجه ولا كان كيبان لي مخدر؟ لا كيبان لي مخدر، ما جاك سي نورمال يدير هذاك كيسي بحال هكا بقى مخدر. هذا كيبان لي مخدر، واكل شي حاجه مخدر. السيد ماشي ما واعيش بشوف الطبيعه ديالو، باش يجي واش جاي ناوي باش يقتل، ناوي كيجي الناس جاي ناوي باش يقتلو. الدائرات هما اللي خلاو يدير. واس جوج مواس قالت لنا تعاود لي المرأة الضربه الاولى والضربه الثانيه. جاي قاصدو ديريكت، جاي قاصدو الضربه التحتانيه اللي تحل فيها صافي. ملي تحل فيها غطيناه، عرفتو انا عرفتو مات في البلاصه. لا كيف ما تبقاو ديرو فيه صافي، السيد مات. دابا حنا كنتسناو في العقاب ديال السيد، وانا باقي دابا باقي ما تشدش اخويا لحد الان. باقي قالت لك واحد المرأة باقي ها السيف وكيدور، ما عرفتش شكون هو الثاني كيقلب. كيقلب باقي كيقلب على شي واحد اخر. قال غادي للحبس، راه غادي خاصو يبدا يقلب. دابا راه كيقلبوا عليه، دابا ما عرفنا واش في الهراوين ولا ما عرفنا هنا في التقدم، ما عرفناش اخويا فين. دابا حاليا دابا اخويا هذا السيد راه ما عندي حتى شي علاقه بينه وبينه. هذا السيد حتى شي علاقه بنسيبنا، نسيبنا راجل معقول دريويش، ما كيخسرش ليا. كنت انا عارفه وانا خايف كاع نجول نبكي. دابا انا حاليا مصدوم، واش باش نشوف نسيبي بهذيك الحاله حلوه بحال هكاك؟ اخر مره تكلمت معاه، اخر مره شتو اخويا اخوان لوبينونس عفاك، اخر مره شتو اخويا والباهي شنو قال؟ بقى كيشوف فيه قال لي بحال هكا،
هذيك ديال بحال هكا صافي من طيب من تما كنا مصدوم من تما كنا مصدوم ان دابا انا مصدوم خاص هذا السيد خاصو العقاب خاصو يتعاقب اعدام كيف تتعامل معاه كيف تتعامل معايا مزيان صراحه دري واش الحاجه ماشي ديالو كنشوف واحد العدد كبير ديال الناس جاوا يعني دليل على انه كان انسان طيب راه دار السيد راه درويج قلت لك اخويا السيد راه درويج دري نقي الانسان اللي باغي يعرف راه يدخل يدير الرشدي اي الرشدي ايوب يدخل الفيسبوك ديالو ويشوفه السيد اللي ضرب عنده صوابع لا ما عنده حتى شي صوابع ما عنده حتى شي صوابع السيد دري دري راه كيجي عندي شاد الدار لا السيد اللي ضرب لا عنده شكون عنده صوابع لا داك الشيء اللي كيدير بحال هكاك عنده صوابع الانسان لما واش الانسان هاز الجماس غيكون عنده خويا صوابع ماشي شي يدير بحال هكاك مايمكنش واش اللي ما عنده الصوابع غيمشي يدير لك الحاله وعلى الاقل غادي الاخر غادي يبغي هذا عارف وعارف الخطه والسيد حداه ضرب قدام الترامول جوج دار لي واحد الجثه اللي ما عمرهاش زعما انسان ماشي جثه ديال عاديات السيد خرقوا واش قتلوه في الطاكسي ولا تسناه حتى الطاكسي وضربه لا خلاه حتى خرج من العمل ديالو والسيد جا للمارشي بقى له تبغي يتقدا ولا ما عرفتش حاجه بغا يدير شي ديسير وليداتو السيد دار قال لك عاود ديال المره دابا قال لك ضربوا الضربه الاولى وجيت الطراموي وعاودوا الثانيه عاود ثاني ضربوا المارشي جاي حدا المارشي حدا التليبوتيك ديال اكما جا السيد هز الضربه الاولى وعاودوا الضربه الثانيه لا واحد السيده دابا قالت لي اخويا راه ديك الدري راه انا بعدا ما عرفتوش بالدم انا ملي بان لي الدم الصافي الان دابا مصدوم شحال من ضربه تقريبا شي ثلاثه ضربات ثلاثه الضربه الاولى هنايا والضربه اللي تاثرات هي هنايا الحل راه خيبوا مزيان صورت لا ما خاصهاش دير لها بحال هكا صورت مع تقريبا غتكون شي تقريبا تكون شي سبعه السيد راه عاود لي واحد الدري قال لي يلاه خرج من عند الحلاق قال لي جاي السيد صافي مريح سال الخدمه ديالو جاي عند وليداتو باش يديهم وتا مريحه معايا الاخت ديالي نيش مريحه حدايا قالوا لها نودي نودي راه راجلك ضربوه بموس كيفاش انا تميت غادي كنجري صافي لقيته من امان ادى امانته انت السلطه واقفه عليه انا قلت لهم صافي السيد مات شنو تبغي تقول مرحوم اخويا شنو نقول دار خاصو يتعاقب مرحوم الله يرحمه اخويا دريويش صراحه نقولها دريويش ما عمرو هز فيا الراس ولو كان عيرو ولو هادي ما عمرو مسكين سي هز فيا الراس كندخلو كاع قدام وليداتي ولينا كندخل قدام وليداتي حسومي حرمو من وليداتو حسومو راه ما غدير بس تكون انت وتكون انت وتكون انت وتكون انت فين السلطات اللي كانت كتحكم في الايامات كتقول لي هز موس خمس سنين بالعكس راه ولات دابا ولات عندنا جثه عاديه في هاد البلاد هادي والله الا ولات عندنا جثه عاديه واش نطالبو اخويا خاصو الاعدام هادو خاصو يتشنق خاصو يتشنق هذا وباقي كيدور ما عرفنا دابا شنو غايدير الله اعلم ما عرفناش باغي تكمل ولا ما عرفتش باغي يدير صافي غادي هذا اخويا الله يرحمه اخويا الله يرحمه الله يصبره الله يرحمه اخويا الله يصبرك الله يصبركم شكرا عزيز الله يحفظك اذا مشاهدينا حنا كنتواجدوا امام مستشفى محمد الخامس انا لله وانا اليه راجعون العائله لحد الان راه باقي مصدومين كلشي مصدوم على الفراق ديال ايوب سائق ديال الطاكسي ان لله وانا اليه راجعون قال لك لحد الان مازال مصدومين واللي دار هذه الفعله هذه قال لك مازال هاز الجنويه ومازال كيمشي كيقلب على شي واحد اخر غادي للحبس اللهم يدي معاه كاع دوك الناس اللي داروا هذا المشكل هادشي حسب التصريح ديال النسيب ديالو الله يصبرهم حيد اخويا الله يرضى عليك الله يصبرهم وكنتمناو من رجال الامن باش يكثفوا المجهودات ديالهم ويتمكنوا من الايقاف ديالو في اقرب وقت لان هادشي اللي قال هاد السيد راه خطير جدا قال لك بانه راه باقي هاز الجنويه وكيقلب على شي واحد اخر دونك باقى روح اخرى كدور الله يدير شي تساوي ديال الخير ودعواتكم الاخوان هذه ابشع جريمه هزات الراي العام هنا في الحي المحمدي مدينه الدار البيضاء دعوا معافاكم شيفور ديال الطاكسي عنده جوج ديال الوليدات الله يصبرهم وكان هو المعيل ديال العائله الناس كيقولوا بانه الله يعمرها دار دري زوين في شكل حتى السيد اللي قتل كيقولوا بانه دري في شكل يعني عمروه الجنويه ولكن الدم كان سخون ضاربوا البارح واليوم كملوا المضاربه ديالهم يعني تناقروا البارح ضربوا كروشيات الاخر ما تسرطاتش ليه حسب التصريح ديال السيد واليوم جهز الجنويه وقصدوا يعني كيقول لك السيد بانه ما كانش في الحاله الطبيعيه كان
واكل المخدرات واكل شي حاجه هز جنويه ضربوا الضربه الاولى الدري زاد لحدا السكه ديال الطرامواي ويزيد عاوتاني بقى كيضرب فيه شرق ليه كرشو كامله قتلوا واحد القتله لا حول ولا قوه الا بالله يعني الناس اللي شافوه لداخل قال لك ما عرفوش بالدم وبدك التخراق اللي فيه ما عرفوش الله يصبرهم يا ربي دعوا معاهم عافاكم الاخوان دعواتكم وإنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبر هاد الناس والله يدير شي تاويل ديال الخير واللي دار هاد الفعله راه مازال هربان لحد الان قال لك بانه مشى كيقلب على شي واحد اخر هاز الجنويه ديالو ومشى كيقلب على شي حد اخر غادي للحبس غادي قال لك اللهم ندي معايا هادوك اللي عندي معاهم حساب هادشي ولا فيه الحسابات الاخوان هادشي ولا فيه المشاكل لا حول ولا قوه الا بالله ليه الجنويه كنتمنى من السلطات باش اي واحد لقاو عنده سلاح ابيض يعطيوه اشد العقوبات ليه الجنويه اشد العقوبات باش تكون عبره للناس الاخرين هاد الجنويه صيفطوه للحبس عطاو الاعمى الشاقط خليوه يضرب تماره وسط الحبس دابا الناس ولات باغا تمشي للحبس علاش الله اعلم اشنو اللي كاين في الحبس وما كاينش على برا كاين اللي انفو كيخرج من الحبس كيقلب على المونتيف باش يعاود يدخل عاوتاني للحبس الله يدير شي تاويل ديال الخير الله يدير شي تاويل ديال الخير يا ربي والله يصبر العائله ديال الدري الله يصبرهم تقريبا في ما بين 28 حتى 32 عام في العمر ديالو ما عندناش بالضبط شحال في عمره متزوج عنده جوج ديال الوليدات الله يخليهم الام ديالهم والله يرحمه الاخوان هذا ما كان الاجواء مؤلمه ومؤثره من قلب مستشفى محمد خميس حتى لهنا غنوصل على نهايه البث المباشر نتلاقاو في بث اخر ان شاء الله تبقاو